أسعد الله مساكم مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم إلى برنامج تساؤلات هذا المساء، والعودة مشاهدينا للحديث عن أهم ما جاء في اللقاء الدوري الإعلامي لرئيس الجمهورية مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية. إذن مشاهدينا، لكن قبل ذلك قال إذن رئيس الجمهورية بأن سنة 2023 ستتوج بالانضمام إلى مجموعة البريكس، انضمام الجزائر إلى مجموعة البريكس. نتابع التفاصيل مع أحمد رشدية. البي بي تاع الجزائر لما يفوت 200 مليار دولار أنا بدينا نقربوا بعبارة قطعت الشك باليقين وأسكتت الأصوات الناعقة، قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن سنة 2023 ستتوج بانضمام الجزائر إلى مجموعة بريكس، خاصة بعد موافقة وترحيب دول الصين، روسيا وجنوب إفريقيا. رفع الناتج الإجمالي الخام الجزائري إلى 200 مليار دولار من شأنه أن يفتح الباب لدخول مجموعة بريكس، أمر ليس بالصعب، فحاليا الناتج الإجمالي يتجاوز 168 مليار دولار، ورفعه ليس بالصعب مع الانتعاش الذي يشهده الاقتصاد الجزائري. أعتقد أنه بمقدور الجزائر بلوغ هذا الرقم، خاصة إذا واصلت بنسوة تلك الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها خلال سنة 2022. هناك قطاعات حيوية تعول عليها الجزائر من أجل زيادة ناتجها المحلي الخام، وأعتقد أن بلوغها رقم 200 مليار دولار من الناتج المحلي الخام في السنة القادمة هو رقم مقدور عليه بالنسبة للجزائر إذا ما واصلت بنفس وتيرة الإصلاحات. دخول الجزائر لمجموعة بريكس ليس بالأمر الصعب، خاصة مع ترحيب الدول الأعضاء في المجموعة، وإن أضيفت له قدرات الجزائر والتطور الذي يشهده الاقتصاد، فإنه كما قال الرئيس تبون ستكون سنة 2023 سنة الانضمام، وفيها سيضاف حرف الآ إلى بريكس. وللحديث عن هذا الموضوع دعوني أرحب بضيفي في البلاتو السيد عمر مسعودي النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي عن ولاية بسكرة. سيدي مساء الخير، أهلا وسهلا بك. مساء النور أخي محمد، مشكور على هذه الدعوة أنت والطاقم الخاص بهذه حصة التساؤلات البرنامج هذا الثري، وشكر موصول إلى كل متابعي قناة النهار الأعزاء من جميع ربوع الوطن، وأخص بالذكر سكان ولاية بسكرة الأعزاء على قلب ولاية الحبيبة، من هذا المنبر أوجه لهم كل التحايا. شكرا جزيلا لك، وسعداء باستضافتك أستاذ عمر مسعودي، وكذلك سعد باستضافة الأستاذ الدكتور عبر سكايب عز الدين النميري أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة غالما. دكتور مساء الخير، أهلا وسهلا بك، سعيد باستضافتك معي في البرنامج هذا المساء. مساء الخير لك ولكل متابعي قناة النهار ولضيفك الكريم، ومن سيكدا إلى بسكرة الحبيبة. شكرا جزيلا لك. البداية ستكون بك أستاذ عمر مسعودي. إذن مسار بناء الجزائر الجديدة قطع أشواطا لا بأس بها أستاذ مسعودي، حيث يعني الحمد لله يعني فيه تغييرات كثيرة، فيه إنجازات كثيرة، فيه إصلاحات كثيرة عندما نتحدث عن الجانب السياسي الاقتصادي والاجتماعي، حتى أنه دستور سنة 2020 غير الكثير من الأمور. بداية دعني أخي محمد أنوه إلى أنه النائب اللي قدامك راهو شاب أقل من 40 سنة، ينحدر من ولاية بسكرة من إفرازات القانون العضوي للانتخابات الجديدة، أنتمي بكل فخر إلى هذه الجزائر الجديدة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية سي عبد المجيد تبون،
وأكيد في اللقاء الأخير للسيد الرئيس مع ممثلي الصحافة وأسرة الإعلام الوطنية، تطرق السيد الرئيس إلى مختلف الملفات التي كما يقولون مطروحة عليها عدة تساؤلات على مستوى الرأي العام، على مستوى مختلف ممثلي المجتمع المدني، مختلف القضايا السياسية الاقتصادية والدبلوماسية الجزائرية التي تلعب دورا محوريا في الآونة الأخيرة، حيث تحدث السيد الرئيس عن العديد من مواضيع الساعة التي قلت هي محل العديد من تساؤلات الرأي العام الوطني. على سبيل المثال للحصر، هذه المواضيع تناولها السيد الرئيس بكل موضوعية، بكل صراحة، بكل شجاعة كعادته، ما بخلش علينا من خلال المعلومات ولا المعطيات التي بحوزته كقائد الأول على البلاد. أكيد الكل يشهد والكل يقر بإقلاع الجزائر الجديدة، نقر أيضا ربما ببعض النقائص، ببعض الآليات التي لم تكن في مستوى برنامج ربما السيد الرئيس. دائما نحن نتحدث على الرتم ولا الديناميكية التي يلعب كما يقولوا يعمل بها السيد الرئيس، مقارنة ببعض القطاعات الوزارية التي ما زال أدائها بأساليب ربما روتينية، بأساليب ربما أثرت نوعا ما على الإقلاع المنشود المقصود أو الذي يجب أن يكون محسوس لدى القاعدة على المستوى المواطن، لأنه المواطن البسيط شغل السيد الرئيس. وكتشوف في كل الكلام دائما يتطرق السيد الرئيس إلى القدرة الشرائية، إلى تحسين المستوى المعيشي، كل هذه المؤشرات. حبيت نقول لك أنه العديد من المؤشرات لا ينكرها أي جاحد على المستوى السياسي أو الاقتصادي، في إصلاحات كثيرة أقريت منذ قليل فيما يخص الإصلاحات السياسية. الحمد لله احنا نتاج هذه الإصلاحات السياسية، ربما في مرحلة قادمة ما كانتش صح لنا الفرصة ونجو نمثلوا الدائرة الانتخابية نتاعنا ولاية بسكرة، ولا نمثلوا الشعب الجزائري كل على مستوى السلطة التشريعية خلال العهدة التاسعة هذه. الحمد لله احنا نتاج هذه الإصلاحات وماشيين على أساس انه رانا أغلبية رئاسية على مستوى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، رانا نرافقوا في برنامج السيد الرئيس على مستوى قبة البرلمان من خلال التغييرات الخاصة بالتشريعات، خاصة اللي عندها علاقة بالاقتصاد، اللي عندها علاقة بظروف المواطن، من خلال قوانين المالية والتي نزلت للبرلمان، قانون المالية 2022، قانون المالية 2023. ما يخفى لكش قانون المالية 23 يحمل في طياته أكبر ميزانية منذ الاستقلال، وهذا كله من أجل الشعب الجزائري. وبالتالي أظن أنه السيد الرئيس حريص كل الحرص على تجسيد الإقلاع الحقيقي للجزائر سنة 2023 إن شاء الله. بالحديث عن سنة 2023 نتحول إلى ضيفي الدكتور عزين ميري. دكتور، الآن يعني العديد من الإصلاحات كما قلت الاقتصادية السياسية والاجتماعية، العديد من الإنجازات التي سيتم تعزيز ستعرف تعزيز وتكريس ما تم تحقيقه من إنجازات خلال السنوات الأخيرة، سيتم تعزيز وتكريس كل هذه الإنجازات خلال سنة 2023 إن شاء الله. اسمح لي أخي محمد 20 ثانية، ما رحبتش بالدكتور الضيف معي في الحصة هذه، يشرفني أني نكون معه. مرحبا بك دكتور، ومعرفة خير إن شاء الله. تفضل دكتور. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على رسول الله الكريم. تحية لك سيادة النائب ولكل سكان عرس الزبان صحراءنا الشاسعة، لكل ناس ومواطني وسكني بسكرة، والسعادة جدا بوجود الفاطمة مع أخي محمد. دعني أقول لك من أخي محمد، هذه الثقافة الجديدة التي أدخلها السيد الرئيس عبد المجيد تبون وسائل الإعلام، أعطى الانطباع وكأنه يتكلم مباشرة مع الشعب الجزائري بلغة بسيطة وبلغة مفهومة يفهمها الصغير ويفهمها الكبير، يفهمها المتعلم ويفهمها غير المتعلم. نعم، هو أكد من قبل أن سنة 2022 ستكون انطلاقة للاقتصاد الوطني، سنة الاقتصاد بامتياز، وها نحن في 2023 والتفكير الكبير في الدخول والجلوس إلى منظمة البريكس كما ذكر في التقرير السابق بكر، أين يضاف حرف الآ وتصبح بريكسا، معناها إضافة إلى الجزائر. وهنا إذا حبينا نقول هذا التحدي الذي كان يراه البعض والكثير من الذين لا يرون الخير للجزائر كان يرونه بأنه بعيد المدى المنام، والجزائر لا تستطيع أن تلجأ إلى هذه المنظمة العالمية. إذا تكلمنا أخي محمد على هذه المنظمة
العالمية منظمة البريكس، أنا أقول لك فيها دولتين عضوتين رئيسيتين في مجلس الأمن، فيها خمس دول أكبر أو أكثر من 50% من ثروة العالم الموجودة عندهم، أكثر من 50% من عدد السكان الموجودة عندهم، أكثر من 50% من مساحة الموجودة عندهم الموجودة في هذه الدول، فما بالك تضاف إليهم الجزائر مع المقومات والمقدرات والموقع الموقع الجغرافي الذي تحتمله الجزائر. إذن إذا أتكلمنا عن خطاب الرئيس أو ما قاله الرئيس لوسائل الإعلام، يمكن أن نجزئه إلى ثلاثة أجزاء. أولاً الشق الاجتماعي الذي ركز عليه الرئيس كثيراً، خاصة قضية رفع الأجور حتى يستطيع المواطن الجزائري أن يصل إلى حد أدنى من تحقيق القدرة الشرائية. كذلك السيد الرئيس ركز ووفى بعهده إلى الضبط قانون أين رفع الجدل. كذلك يعني الرئيس ركز على الجانب الاجتماعي وأعطى الانطباع الاطمئنان. أظن أننا فقدنا ربط الاتصال عبر سكايب مع الدكتور، سنعود إليها بعد قليل. دكتور زين ميري، أعود إلى الأستاذ عمر مسعودي الآن بالحديث، أنه الحديث عن أخلاقة الحياة السياسية الآن متواصلة في الجزائر بالنسبة للحياة السياسية كذلك، كما قلت يعني تم فتح الباب أمام الشباب للانخراط في الحياة السياسية والنضال حتى يصبح في قمة بعض المؤسسات. كل هذه الالتزامات اللي تجسدت أستاذ عمر مسعودي، بينهم أنتم فيه برلمان جديد، فيه نخبة، فيه أساتذة جامعيين، فيه شباب الآن. بطبيعة الحال فيما يخص الجانب السياسي أو الإصلاحات السياسية التي أقرها السيد الرئيس من خلال الالتزامات 54 التي تقدم بها كتابيا أمام الشعب الجزائري خلال حملته الانتخابية، كان قطعنا شوط، كان لأنه السيد الرئيس أكيد رجل دولة بامتياز، متشبع بثقافة الدولة، الحمد لله والي سابق، وزير سابق، رئيس حكومة سابق، واليوم على سدة الحكم، يعرف كل معطيات الحكم في الجزائر، يعرف كل دواليب السلطة والإدارة في الجزائر، وبالتالي في خلال برنامجه أقر ولا إن صح التعبير أصر على أخلاقة الحياة السياسية التي إن صح التعبير فسدت السنوات الأخيرة، فسدت السنوات الأخيرة، والعام والخاص يدري ويعلم لماذا بدون كما يقولوا التطرق لهذه المواضيع. أخلقت السياسات العامة والمثال أمامك، أنا ابن الشعب، ابن الحي الشعبي البسيط، ليسونس علوم سياسية، موظف على مستوى مصالح دائرة بسكرة آنذاك، جاتني الفرصة للترشح والتقدم من خلال القائمة لأقل من 40 سنة، وجاتنا الفرصة من خلال إصلاحات تاع السيد الرئيس من خلال القانون العضوي الجديد، والحمد لله كانت عندنا الفرصة من خلال النظام الانتخابي الجديد. واليوم كما قلت البرلمان الجزائري 407 نائب، كلهم نشاط، كلهم حيوية، كلهم خدمة للجزائر، كلهم يلعبون في دورهم التشريعي باحترام باحترام فصل ما بين السلطات، في تعاون كامل وتام مع السلطة التنفيذية. طيب دكتور عز الدين ميري، أنت معي؟ ألو؟ طيب الحديث نتحدث كذلك عن أخلاقة الحياة السياسية، فيه جهود لأخلاقة الحياة السياسية والتي هي كما قلت متواصلة الآن في الجزائر. نعم السيد الرئيس انتقل من أخلاقة الحياة السياسية إلى أخلاقة المجتمع في حد ذاته. إذا يعني أعطينا قراءة بسيطة لما قاله الرئيس، الرئيس يحمل مشروع مجتمع، لا يحمل مشروع دولة فقط، الرئيس يحمل مشروع مجتمع. فقد عهد الرئيس وقال بأنه سيؤخلق الحياة السياسية من خلال ضمان انتخابات شفافة ونزيهة، وكذلك ضمان تواجد عنصر شباني في مختلف المجالس البلدية والشعبية والبرلمان. ونحن أمام برلمان شاب أقل من 40 سنة من ولاية بسكرة، وهذا دليل على أن الرئيس فعلا أخلق إلى حد بعيد الحياة السياسية وأبعد المال الفاسد عن
محاولة إيصال أي طرف إلى قمة البرلمان، وهذه مؤشرات ودلالات تؤدي إلى الرئيس الآن يسير بخطى ثابتة نحو أخلقة المجتمع وبناء مشروع مجتمع يكون مجتمع متكامل ويكون في إدارة في إطار منظومة متكاملة. إذن الرئيس رفع حجم التحدي في بناء الجزائر الجديدة وانتقل إلى المجتمع، ولعله الدليل على ذلك أنه السيد الرئيس أعطى مكانة كبيرة ومكانة وقيمة إلى مؤسسات المجتمع المدني حتى توصل الأمر إلى إشراك المجتمع المدني بمختلف مؤسساته، سواء كان المرصد الوطني أو المجلس الأعلى للشباب أو الهيئات والمجالس العليا، في إشراك في صناعة القرار مع سواء تعلق الأمر مع الجنات أو الوزراء أو حتى الوزير الأول. وهذا عندنا شيء يدل فعلا على أنه هناك بوادر حقيقية موجودة على أرض الواقع، وميدان يتكلم هو تجسيد الديمقراطية التشاركية التي يتشارك فيها الجميع وفق تصورات واحدة في كيفية بناء الجزائر الجديدة، وهذا يعطي الانطباع بأنه نحن نسير فعلا نحو تكريس الحكم الراشد. إذن كلمة الأخلاقة انتقل بها السيد الرئيس وركز كثيرا على كلمة الأخلاقة، انتقل بها الرئيس من أخلاقة العمل السياسي في مجال معين إلى أخلاقة العمل في المجال الاقتصادي في المجال الثقافي في المجال الاجتماعي، بمعنى آخر أنه سننتقل إلى مشروع مجتمع متخلق في إطار منظومة واحدة وموحدة، نسير بخطوات ثابتة نحو الإقلاع السياسي من خلال ضمان دائما مؤسسات شفافة، مؤسسات تكون بطريقة ديمقراطية يكون فيها الشعب هو السيد، وكذلك انطلاقة اقتصادية بحيث يكون فيه مكافحة كل طرف يحاول إفساد أو إدخال مال فاسد إلى هذه العملية من خلال رقمنتها ومن خلال خلق آليات وميكانيزمات حتى يحس المواطن الجزائري بأن هناك شفافية، كذلك أخلقت الإدارة حتى يعطي الانطباع للشعب الجزائري والمواطن الجزائري بأن هناك فعلا شيء ما تغير في الجزائر، وكل هذا يعطي السكينة ويعطي الطمأنينة ويجعل المواطن الجزائري يعيد الثقة. وهنا أركز الرئيس لما يقول الأخلاقة فمعناها هي أزمة ثقة في مرحلة ما بين الحاكم و المحكوم، وكل هذا الشيء المتكامل من ديمقراطية تشاركية وحكم راشد ومؤسسات اقتصادية سياسية ثقافية اجتماعية شفافة تعيد الثقة بين المواطن الجزائري وحاكمه، ونقول يكون متكامل لبناء الجزائر الجديدة. طيب في الشق الاقتصادي أستاذ عمر مسعودي إصلاحات كثيرة وفيه مؤشرات اقتصادية إيجابية تم تجسيدها ولمسها على أرض الواقع سنة 2022، والآن الجزائر في سنة 2023 إن شاء الله ستتوج بدخولها إلى منظمة مجموعة البريكس. في الحقيقة أخي محمد نحكيه على الإصلاحات الاقتصادية كثيرة فهمت. في الحقيقة اتجه السيد الرئيس مع بداية العهدة نتاعو الرئاسية اتجه نحو بناء اقتصاد وطني ويعتمد على الأساس، يعني كاين ربما مصطلحات ما كناش وحنا حتى طلبة في الجامعة ما كناش نسمعوا فيها، الإنتاج المحلي، خلق الثروة، التحرر من التبعية النفطية، تطوير الإنتاج في بعض القطاعات وخاصة الزراعة والزراعات الاستراتيجية التي يؤكد عليها السيد الرئيس، إنشاء بنك للبذور، إعادة هيكلة القطاع الصناعي، تفعيل أكثر من 1000 من المشاريع الاستثمارية التي كانت معطلة، إنشاء أيضا أو المساهمة بقوة في إنشاء الشركات الناشئة، تفكيك العوائق القانونية، وهذا الشيء اللي شهدته أنا كنائب برلماني على مستوى البرلمان، تفكيك العوائق القانونية المقيدة للاقتصاد الوطني، كانت الكثير من الأمور مقيدة الاقتصاد الوطني السنوات السابقة ربما لحكمة لحاجة في نفس يعقوب آنذاك، تغيير التشريعات المنظمة للاقتصاد، فجاء قانون الاستثمار، قانون المناطق الحرة، قانون المقاول الذاتي، كلها هذه تخدم الانطلاقة الاقتصادية أو الاقتصاد الوطني القوي الذي
المقصود أو المنشود من السيد الرئيس، وكتشوف من بين النتائج ربما في خلال هذه السنوات، ثلاث سنوات من تولي السيد الرئيس، ولا نزكي أحدا على الله لأنه الميدان هو الفيصل، تقليص فاتورة الاستيراد والناس كل على بالها بها، تحسن معدل النمو الاقتصادي، خطة تحسين معيشة سكان مناطق الظل. السيد الرئيس قريب ياسر من شعبه، قريب ياسر من الناس، تضم هذه الإحصاءات الرسمية تقول 8 ملايين من المواطنين يعيشون في مناطق الظل أو المناطق النائية، تحسسهم الرئيس في بداية العهدة نتاعو وقدم لهم برنامج يعني معتبر، عملية الإدماج لمختلف العمال والموظفين، وآخر قرارك شفتوا القرار الشجاع بإدماج حوالي 60,000 أستاذ متعاقد، يعني شيء هذا ما شهدناش إلا في من خلال يعني العهدة هذه، خاصة من ناحية القوة والشجاعة في هذه القرارات. إعفاء أيضا المواطن البسيط ذو الدخل الضعيف من ضريبة من الأمور اللي تحتسب للسيد الرئيس، رفع الأجور سنويا ويقر فيها السيد الرئيس وروع على كلمته في كل مرة، يعني يكون هذا الشيء المحافظة وما أدرك من المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، بالرغم من مختلف الأزمات، أزمة كورونا، أزمة ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي، شيء اللي عانينا منه كامل السنوات الأخيرة، وبقات الدولة الجزائرية محافظة على الطابع الاجتماعي في كل الميادين حتى في قطاع السكن، والسيد الرئيس راهو الأب الروحي هذا القطاع وقدم الكثير لهذا القطاع السكن أنا ذاك يوم ما كان وزير للسكن والعمران والمدينة وكرئيس حكومة، واليوم كرئيس جمهورية مازال يواصل في هذا النهج اللي في 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 قطاع السكن، اللي كما يقولوا يشهد له الصديق العدو، الناس كل تقر بإنجازات الجزائر في قطاع السكن، مع ذلك ما زلنا طامعين إن شاء الله في دولتنا وفي رئيسنا في هذا القطاع الحساس. ممتاز. طيب دكتور عز الدين ميري، بالحديث كذلك عن ما تم تحقيقه من إنجازات، الحديث كذلك عن الشق الاجتماعي وكذلك رفع الرواتب، الآن سيد الرئيس قال نحن الآن في المرحلة الرابعة من عملية رفع الأجور، رفع الرواتب، وسنواصل رفعها حتى يسمح الأجر هذا للعامل بضمان العيش الكريم، نقطة جد هامة عندما نتحدث عن هذا الشق. نعم أكيد أخي محمد، لابد أن نقر بأن الدولة الجزائرية هي دولة اجتماعية بامتياز، تفكر دائما في موظفيها وتفكر كثيرا في أفرادها، وكلمة العيش الكريم أنا أقول لك فيها دلالات عدة، أنا أقول لك في شقها يعني شوية من نوع من السياسة هي التوزيع العادل للثروة، وكذلك اقتسام هذه الثروة بعدالة بين كل وجميع الجزائريين، لهذا السيد الرئيس يفكر كثيرا في رواتب العمال، خاصة أنه مع زيادة يعني ارتفاع أسعار الواسعة الاستهلاك التي يستعملها المواطن الجزائري خاصة يوميا، وهي انتهبت على كل حال في السوق العالمية، يعني كل الدول في العالم حتى نكون منصفين، كل دول العالم تعاني من هكذا ارتفاع أسعار، وكل الدول ما جرى يعني بين الدول لازم نقر ونقول الحقيقة ونعترف أنه في الدول يعني تحسب نفسها يعني دول قوية ودول ذات اقتصاد قوي، لما ارتفعت هذه الأسعار ولما جاءت جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية، الكثير من الدول تخلت على موظفيها وأغلقت الكثير من المؤسسات والشركات، في حين الجزائر بالعكس ذلك، الجزائر فكرت في العمال وفي مواطنيها وضمنت لهم يعني الرواتب الشهرية حتى أثناء الجائحة، أين كان الاقتصاد العالمي يعني منهار تماما ومشلول تماما، لهذا الرئيس كذلك هي من تعهداته الأربعة والخمسون، لو نعود قليلا إلى الوراء ونعيد قراءة تعهدات 54 للرئيس، كان الرئيس يلح دائما على كلمة وهي العيش الكريم للجزائري، والجزائر ستبقى دولة اجتماعية وتبقى مع المواطن والموظف الجزائري، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتخلى الجزائر على موظفيها خاصة في هذه المرحلة. وما القرارات التي يعني أقرها السيد الرئيس بزيادة الأجور
لمرات عدة، وخلال جانفي 2023 كذلك هي هناك زيادات إن شاء الله ستكون معتبرة للموظفين الجزائريين حتى يستطيعون تحقيق يعني أقل ضرورات الحياة، ويمكنهم من العيش الكريم على مستوى توفير يعني لقمة العيش أو كذلك من الجانب الصحي أو توفير يعني كل الأعباء التي يتحمل هذا المواطن. إذن الرئيس أخلص ورفع قيمة الأجور، خاصة أنه حسب الخبراء وحسب المحللين في هذا المجال يؤكدون على أنه فيها هذه النقطة الاستدلالية والتي يعني تعطي زيادة تعتبر للموظف الجزائري. كذلك دعني أقول لك أخي محمد، القرار شجع لي السيد الرئيس بترسيم المتعاقدين في قطاع التربية أكثر من 60,000. في كل هذه الأمور انبنت على شيء بمعنى أنه الدولة الجزائرية الدولة اجتماعية بامتياز. طيب بالحديث كذلك أستاذ عن الشق الدبلوماسي والعودة القوية للجزائر على هذا المستوى، المستوى الدبلوماسي والعودة القوية للجزائر كقوة في إفريقيا أستاذ. نعم، دعني أنطلق لك يعني من القمة العربية، القمة العربية الناجحة في امتياز والتي أصبحت مرجعا للشعوب العربية ولكثير من صناع القرار، حتى دعني أقول لك حتى الذين يعني تخلفوا ولم يحضروا كانت هناك لقاءات ثنائية بين السيد الرئيس وهذه وهؤلاء القادة، وأقروا وقالوا بأنهم منشغلون بهذه القمة ونؤكدون على كل مخرجاتها وكل توصياتها ولابد أن تتجسد على أرض الواقع. هذا يدل على شيء، يدل على أنه الجزائر فعلا استطاعت أن تلملم إلى حد بعيد الشرخ العربي وتجد لحمة للأمة العربية. من جهة أخرى يعني الدبلوماسية الجزائرية رجعت ورجعت بقوة، خاصة أنني نعود نذكرك أخي محمد أن كثير من القوى العالمية اليوم أصبحت ترى في المقاربة الجزائرية هي المقاربة الأنسب في حل حدث الكثير من المشاكل والأزمات والأمنية، خاصة في منطقة الصحراء الكبرى بالساحل على مستوى مالي أو ليبيا. في الوقت الكثير كان يؤكد على ضرورة الحل بالقوى الصلبة وضرورة اللغة استعمال السلاح لحل حدث هذه الأزمات والتدخل في شؤون داخلية للدول، لكن المقاربة الجزائرية أثبتت بعد 10 سنوات بأنها هي المقاربة الأنجح. كذلك لا ننسى الدور الذي لعبته الدبلوماسية الجزائرية في طرد الكيان الصهيوني من الاتحاد الإفريقي، خاصة بعد أن تقدم الكيان الصهيوني بطلب الانضمام كمراقب إلى الاتحاد الإفريقي. كذلك أنه الكثير من القادة الأفارقة يؤكدون على أن الجزائر ستكون هي الدولة القائد للقارة في المرحلة القادمة. كذلك شيء آخر أخي محمد وهذا نعتز به ونفتخر به، ودعني أقول لك ماهي ذاتية أو وداع للوطن أو شبه من ذلك، هي حقيقة أنه مجموعة البريكس هي التي هي بحاجة إلى الجزائر، خاصة مع مناطق الازدهار وطريق الحرير وطريق البري وطريق الستة الحديدية التي تدعو إليه، خاصة قطبي منظمة بريكس روسيا والصين. إذن كل هذا الموقع الجغرافي، الموقع الاستراتيجي الذي تحتمله الجزائر، المكانة المملوكة للدبلوماسية الجزائرية على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي، والعودة القوية للدبلوماسية الجزائرية بفضل حنكة السيد الرئيس. دعني أقول لك أن الرئيس ما أثناء مع وسائل الإعلام أكد على أن الجزائر ستعود حتى إلى أمريكا اللاتينية، لأنه في مرحلة ما نسينا أن هناك دول في أمريكا اللاتينية ونسينا أن يعد علاقات مع دول أمريكا اللاتينية. قال الرئيس ستعود الجزائر كذلك إلى أمريكا اللاتينية. إذن الجزائر بفضل حنكة الرئيس وتوجهات الرئيس وبفضل فارس الدبلوماسية الجزائرية السيد رمضان العمامرة، الجزائر تعي ما تقوم به وتدرك ما تقوم به في المرحلة المقبلة، خاصة أنها مرحلة تكتلات وعلاقات تبنى على أعلى مستوى، وأنا متأكد بأن الجزائر ستكون أحد الأطراف الفاعلة على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي. طيب في نفس الشق أستاذ عمر مسعودي، نتحدث عن العودة القوية للجزائر على الساحة الدولية وفي شأن الدبلوماسي. أردت فقط أن أضيف لما تقدم به دكتور
وهو مشكور على هذا المستوى من الطرح، انه على الصعيد الدبلوماسي كل الطبقة السياسية بمختلف توجهاتها تقر بالعودة اللافتة لدور الجزائر المحوري وبقوة إلى المنتظم الإقليمي والمحفل الدولي، ويجمع الجميع بدون استثناء على التمركز النوعي أيضا للجزائر في مختلف المشاهد. كل هذا أكيد راجع كما قال الدكتور لحكمة وحنكة السيد الرئيس، وهذا تؤكده حقيقة حفاظ الجزائر على موازين مختلف علاقاتها مع مختلف دول المجتمع الدولي إقليميا أو دوليا. أردت فقط أن أشير إلى الحركية الدبلوماسية للسيد وزير الخارجية السيد رمطان العمامرة وغيرها من الإطارات وصلت بها حتى للبرلمان، أصبحت عندنا دبلوماسية برلمانية فعالة. وفي سنة 2000 السنة التشريعية الأولى 2021-2022 كان كاين نشاط مكثف على مستوى الدبلوماسية البرلمانية موثقة ومشهود لها، وتم تقديمها في عرض الحصيلة البرلمانية للمجلس الشعبي الوطني. كل هذا استمد من الروح والفعالية والريتم اللي راهي فيها الدبلوماسية الجزائرية. أيضا أصبحنا نتكلم اليوم على الدبلوماسية الاقتصادية اللي تمثل كما يقولوا محور فعال، واليوم احنا نتحدث على الانضمام لمجموعة البريكس، هذا الانضمام المهم واللي قصدته الجزائر من أجل كما يقولوا التقدم والازدهار، خاصة باحتكاكها بالدول التي تكون هذه المجموعة. أصبح من الضروري تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية في العديد من المجالات، في عديد من القطاعات، في العديد من المواعيد الدبلوماسية التي كما يقولوا تشهدها كما يقولوا دولتنا ولا ممثلينا على مستوى دول العالم. طيب في الشأن الاجتماعي نبقى معك أستاذ عمر مسعودي، يعني تم اتخاذ العديد من الإجراءات من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، التحكم في التضخم، رفع الإنتاج والتحكم في الأسعار كذلك. أكيد بالنسبة لتحسين القدرة الشرائية هو شيء منشود وشيء يعني واضح من أهداف السيد الرئيس، دائما يتحدث عليها ودائما كما يقولوا فيها إجراءات من خلال تحسين شبكة الأجور برفع النقطة الاستدلالية، عدم فرض ضرائب جديدة في قانون المالية 2023، المحافظة على الطابع الاجتماعي، العديد من الإجراءات لمراقبة كما يقولوا الأسعار ولا ندرة المواد. وكشفت الشيء اللي صرنا مؤخرا من ناحية كما يقولوا المضاربة ولا الأسعار وواجهتها الحق بكل صراحة الدولة بقوة، كلها تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن وتحسن المستوى المعيشي نتاعو. القدرة الشرائية هناك آليات أكيد تنجز ومبرمجة، ربما مازال المواطن ماهوش حاس بها بصفه كما يقولوا كبيره ولا 100% نتيجه كما يقولوا ارتفاع الاسعار، نتيجه كما يقولوا التقلبات الاسواق ان صح التعبير، مازال ما حسش بها المواطن، وانما قطعت اشواط كبيره. وان شاء الله خلال سنه 2023-24 مع نهايه عهده السيد الرئيس نكون ان شاء الله وصلنا لتحسين قدره شرائيه حقيقيه يحسها المواطن ويشعر بها. دكتور عزين ميري، كسؤال أخير، الآن سنة 2023 التي سنقبل عليها بعد أيام، سنة 2023 إن شاء الله ستعرف كما قلت تعزيز وتكريس ما تم تحقيقه من إنجازات خلال هذه السنوات الأخيرة كما قال السيد الرئيس. نعم أكيد أنه سنة 2023 أكيد ستكون هناك متغيرات جديدة على الساحة الوطنية والساحة الدولية، سنحافظ على المكاسب التي حققناها وكل الإيجابيات التي حققناها، ونؤيد كذلك أنه نصلح أنفسنا في بعض الأخطاء أو في بعض العثرات على جميع الأصعدة سواء كان المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي. أكيد سيكون هناك حوصلة لنشاطات الدولة الجزائرية من خلال الوزراء ومن خلال مجلس الوزراء، وكذلك سيحتكم الجميع أمام الرئيس على ما قدموا في قطاعاتهم، أين أصابوا، أين استطاعوا أن يحققوا القفزة أو أين فشلوا، حتى الرئيس يرتب كذلك أولوياته في السنة المقبلة، ونتأكد بأنها ستكون سنة اقتصادية سياسية اجتماعية ثقافية بامتياز، وإن شاء الله تكون فعل خير. شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك على هذه المدخلة. كلمة أخيرة أستاذ عمر مسعودي. والله كلمة أخيرة أريد فقط من هذا المنبر الإعلامي
أولا تهنئة كل من ولايتي خنجلة وتسمسيل باستفادة تماما من البرنامج التكميلي الذي أقره السيد الرئيس، وكان أيضا نتيجة لذلك إنزال حكومي لهذين الولايتين اللي يستاهلوا ناسهم وشعبهم يستاهلوا كل كما يقولوا كل ما تقدمه الحكومة. أتمنى فقط برنامج تكميلي لولاية بسكرة التي تعاني الكثير من بعض القطاعات خاصة قطاع السكن، بالرغم من اللي قطعنا أشواط كثيرة، قطاع الأشغال العمومية، قطاع الري، الكثير من البرامج، كثير من البرامج اللي تحتاج ربما اعتمادات مالية. شكرا. مثل برنامج التسجيلات الاجتماعية، برنامج القضاء على الحي القصديري. شكرا كل جزيلا نتمنى لك إنه الرسالة توصل إن شاء الله. بارك الله فيك مع الدعوة. شكرا أستاذ عمر مسعودي، شكرا جزيلا لك، وشكرا أستاذ ميري عبر تقنية سكايب. مشاهدينا، ختام البرنامج، السلام عليكم.